السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى، عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول يا شيخ مصطفى، لو أنا طلبت تمويل من البنك عشان مشروع ووافق البنك بدون ما أرد له طوائف على الفلوس اللي بيعطيني إياها، ولكن طلب رسوم مقدما قبل ما يعطيني هذه الخدمة، هذا يعني هو مشروع. يأخذ الفائدة الربوية مقدما، لا، ما كيف مش يعني؟ الفائدة الربوية، رسوم ثابتة على كل يعني خدمة. أنا يعني أسألك سؤالا، هل تتصور أن البنك يقرض شخصا لوجه الله؟ ما أعتقد. لا تعتقد. ابتعد عن هذه المعاملة. طيب شكرا شيخ مصطفى. السؤال الثاني لو سمحت،